السلام عليكم. اليوم معنا مشاهدة سريعة للكوربيد الزيرو 6 مع الأخ عمار كردي من أمريكا موديل 2016. خلوكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم معنا الكوربيد زيرو 7 2015 فل. صراحة أول ما أجي جنب السيارة زي الحساسات قلبي كي أسوي تت تت تت. السيارة دي قريبة جدا على القلب ومرعبة للألمان والإيطاليين. السيارة زيرو 6 2017 فل أوبشن أبيض، في واحدة ما حنصورها من جوا أحمر. طبعا ما نستغنى أخونا حسن، أنا المخ هو العضلات أو أنا عضلات هو المخ. حنشوف مع بعض السيارة وحنحاول حنشغل لكم هي شوية، طبعا ححاول أسوقها بس ما أعتقد لأنه السيارة مبيوعة أصلا. نروح نشوف مع بعض وأخونا حسن في الخير والبركة في العالم. شكرا السيارة. هذا المحرك سوبر كار. يا عم almost done. طبعا الله يسلمكم، السياره لسه جديده ما وصلت في يدنا، فاحنا الان بندي مشاهده سريعه على السياره. السياره طولها 452 سنتي، ارضها 197، ارتفاعها 124، وزن السياره على 1602 كيلو تقريبا، 7 سرعات غير عادي. طبعا الكلمة زيرو 6 هنا اتلغت لانه هي في اللي صار حاجة واحدة، انه الكوربت القديم ارتفع في قدرته فصار الستينج راي لما تطور. الزيرو 6 اللي كانت 7000 سي سي او 7 لتر اتلغت ولانه الكوربت الستينج راي ارتفعت قدرتها كثير، فصار الان الزيرو 1 اللي هو زيرو 6. طبعا الله يسلمكم، هنا الكوربت الزيرو 1 اللي صار اسمها زيرو 6 تم تزويدها الأحصنة والعزم 25 حصان، وتم تحسين انسيابية زي ما احنا شايفين في الكربون فايبر والسبويلرات العلوية السفلية والجانبية، عاملين بشكل جدا رائع. طبعا شايفين الكاميرا الأمامية، السبويلر الأمامي مع الجانبي، حالة الرفرف، السبويلر الخلفي، هذا كفر امامي 285 على 30 19، ميشلان بايلوت احسن نوع من الكفرات. هذا الخلفي 200 او 335 على 25 20، يا لطيف يا رب يا لطيف يا رب يا لطيف. هذا الكليبر الفرامل مش باين كم بستم، اتوقع ما حيقل عن 4. طبعا يا شباب انا قاعد اصور والسيارة مبيوعة ومو مسموح لي اصلا اشغلها، حصور سيارة هذا حقة المعرض. يا رب لا اله الا الله، اللهم صل على النبي، اللهم صل. اعمل ايه ولا ايه؟ انا بس انا اعمل ايه؟ انا حعيط يا جدعان، انا حعيط. ما شاء الله تبارك الله، اللهم صل على النبي. شوف السكتشنج الاحمر يا اخي ابداع. هنا التحكم تبع الهيد اب ديسبلاي. طبعا هنا كلمة كورفت 650 حصان. ما شاء الله تبارك الله، انا عايز لفة يا جدعان، انا عايز لفة لفة يا عمي، حتى ما ابغى اقعد جنب السواق. الفتحات بتقول انا عايز اتنفس، انا مخنوقة. ما شاء الله تبارك الله. الجناح صراحة يعجز ما اقول لك قديش، يعني الجناح مجرم. الواجهة صراحة تعبوا فيها، ما اعرف ايش اسوي. انا اعمل ايه يا جدعان؟ انا مش عايز اصور يا عم، انا عايز اعيط، انا بكره اسرائيل. طبعا زي ما احنا شايفين هنا الجناح له ليفلز تقدر توطيه وتعليه. Thank you.
لا إله إلا الله، ما شاء الله تبارك الله. لو تلاحظوا مسار انسيابية الهواء كيف جاي على الفتحات، بعدين على الجناح، هذا الجناح الخلفي شعر بيوتك على الفتحات الرفرف، شايفين هنا برضو مسار الهواء مع سبويلر جاي تحت الباب. طبعا انا عندي تعليق بسيط على المرايات، المرايات كان ممكن يسووها احلى من كده، بس يعني ما في شيء كامل كمان لوجه الله على قولهم. هذه السوداء، هذه من جوا اسود، دي كانت من جوا احمر. شايفين حق الريفرس ماتش، التقنيه الجديده هذه اللي بتساعدك في التنمير. طبعا اتوقع الجي بي اس ما فرق عن الموديل اللي قبله، فنلعب شويه فيها. مكيف نشوف الشنطة مع بعض. على قول أبو أحمد شنطة جولف ولا شنطة واحدة ولا شنطتين. طبعا السيارة دي مو حق مواصلات، يعني غير لشخص واحد وشخصين على الأكثر، مو إنها تشيل عيالك وعفش وكرتون بيض وكرتون فراخ على قول. ما شاء الله المنظر من هنا بحري. طبعا هذا سعر السيارة بالمواصفات 103,420 دولار. طبعا ما ادري كم التاكس حقه دي، بس اتوقع 13-15 ألف. طبعا هذا المفتاح ما تغير كثير عن الموديلات اللي قبله، ظريف.